وأولا احنا عمرنا ولا فرضنا نفوسنا لا على مالي ولا على النيجر، ماشيين منذ استقلالنا سياسة حسن الجوار، وعاملناهم على أساس حسن الجوار، ومنذ استقلالنا وما يكون نزاع قبلي ولا غيره في مالي، الجزائر دائما تتداخل وتلقي بين فرق، وهذا اللي خلى الأمم المتحدة من بعد كلفت الجزائر بالتنسيق من أجل مصالحة ومن أجل كذا ومن أجل هذا. إذا رافضين هما الأداء الجزائري، هما أحرار في بلادهم، أحرار في بلادهم، ولكن أنا لست لا دولة استعمارية ولا دولة استغلالية لثرواتهم ولا دولة. احنا ماليين بالنسبة لنا أشقاء، عندهم مشاكل كما الدول الأخرى عندها مشاكل، قرروا أنهم يحلوا مشاكلهم بدون الجزائر فلهم ذلك، لهم ذلك. احنا ما النيجر نفس الشيء، النيجر احنا كنا نشوفوه في نظرة اقتصادية قوية جدا بالنسبة للنيجر حتى بالنسبة للمالي، احنا مبرمجين المناطق الحرة مع بعض ومبرمجين مالي، عمرنا ولا وقفنا التكوين تاع الأشقاء الماليين حتى الجيش المالي. احنا مكونين فايت 1700 ضابط وصف ضابط زائد طلبة زائد وزير الخارجية حاليا تاع المالي من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، وهذا مجر من أمثلة ومن، ولكن بدون من منش عليهم احنا، هذا واجبنا بلا مزيتي كما يقولوا، وانت راك حر في التصرف تاعك. الانسان العاقل يشوف تدخل الاجنبي وين يوصل، ما نسيفش عليك وما يعني ما نلومش عليك، لان انت ادرى امورك، قالوا ما كنت ادرى بها، ولكن التجربه تبين لما يدخلوا فيها دول كثيره يصعب الحل.